دلوقتي في يعني اكتر من معلومه اتقالت لازم نقف عندها، صح؟ ان الفتيات اكثر عرضه للقلق بسبب مواقع السوشيال ميديا. المعلومه الثانيه ان كل ساعه بيترفع حوالي 15 مليون صوره، وتسعه من عشره من السيدات بتخليها الصور ديت تقع فريسه للمقارنه، وبالتالي بتبقى عندها حاله عدم رضا عن شكلها او عن حياتها اللي هي عايشاها بسبب السوشيال ميديا. ما نقدرش نقول ان السوشيال ميديا كلها سلبيات، لانه في المقابل فيها مميزات كتيره جدا خلت العالم كله قريه صغيره. عايزين نتكلم على سلبياتها وايجابياتها وتعليقك على الكلام اللي اتقال. بالدرجة الأولى الكلمة اللي قالوها على أنه الفتيات هن أكثر عرضة للتأثر، هذا كلام كتير دقيق، لأنه الأنثى بشكل عام هي مبنية على العواطف، والعواطف هي الأسرع تأثرا. العقل أحيانا بياخذ وقت لحتى يتأثر، بيوازن بيقارن بيحلل، أما العاطفة لا، فهي بتنجرف فورا. لذلك الفتيات بيتأثروا فورا بأي شيء يعرض على مواقع التواصل، عواطفهم بتنجرف. بل الآن الدراسات الحديثة بتقول أنه مواقع التواصل الاجتماعي بتعيد صياغة تركيبة العواطف كلها ودائرة اهتمامات العواطف بالنسبة لكينونة المرأة، حتى قضاياها المهمة للمرأة بشكل عام. السوشيال ميديا بتلعب دور كتير بإعادة صياغتها وترتيب الأولويات والاهتمامات بالنسبة للنساء فيها. فهو الموضوع خطير جدا، يعني صار الموضوع بشكل ايديولوجي عم يأثر على المرأة بشكل عام، الأم، الأنثى، الفتاة اللي هي مكون أول مكون لطيف وصغير طبعا من مكونات المرأة. يعني لذلك هذا الموضوع كتير بدها تكون الأم اللي هي بترعى الفتاة منتبهة جدا لهذا الموضوع. إذا بلشنا نحكي مثلا بالعلاج أو نبقى عم نحكي بالتأثير لموقع التواصل على الفتيات، موضوع أنه كذا مليون صورة ينزل على مواقع التواصل، هذا موضوع خطير، لأنه الرؤية البصرية هي مجال بيحدد كتير من دائرة اهتماماتنا. فلما بيكون عم تنزل صورة مثلا ممثلة جميلة القوام، لبسها كتير مرتب، مكياجها رائع، اكسسوار كتير متناسق، جالسة بمكان بحالة استرخاء وعم تشاهد هالصورة هي مثلا عدة فتيات من أوساط اجتماعية مختلفة، حد الغنى حد الفقر مثلا، من تركيبة تفكير مختلف، كل وحده بتاثر فيها الصوره بشكل مختلف. فالفتاه البدينه شوي اللي هي ما قادره تنزل موز انها تلبس فيه حتكون كثير مضطربه، حتادي مثل ما سمعنا تماما لموضوع احيانا توصل لمرحله انعدام الثقه بالنفس، ليس فقط مرحله اضطراب او مرحله تشوش، لا، حتى بتوصل وانعدام الثقه بالنفس بالنسبه لفتاه هذا شيء مدمر بصراحه.